الذي خلق السماوات والأرض. ملحن يقرأ القرآن على أنغام العود، ده الظاهر كده الأيام قربت يا ولاد، والكلام المرة دي ليس الرعد والحبيب. ملحن بيقرأ القرآن على موسيقى العود قال إيه؟ عشان بيعلم المقامات الموسيقية اللي قدامه. والله زي ما بقول لكم كده، القرآن بقى بيتقرب الموسيقى عشان تعليم المقامات الموسيقية، والمصيبة إنه كان واقف حواليه قراء ومنشدين بذمتكم يا مشاهدين عن مصر. بقى في كارثة أكتر من كده. الحكاية بتبتدي من كام ساعة لما انتشر مقطع فيديو لملحن بيقرأ القرآن وهو بيعزف الآيات القرآنية على العود مع منشدين وقراء للقرآن، وقال إنه بيدربهم على المقامات بشكل بسيط. وفكرك إن الملحن ده يسكت بعد المهزلة دي؟ أبدا، ده بيقولك أنا بدرس مقامات بقى لي 25 سنة، وأنا تخصص بيتكلم عن تأثير الموسيقى على الروح، وإنه لما بيعلم الطلاب ولا الشيوخ اللي قدامه بلحن الآيات القرآن على العود دي بتكون طريقة علمية صحيحة ما فيهاش أي مشكلة. الملحن ده اسمه أحمد حجازي، معاه بكالوريوس من أكاديمية الفنون قسم تخصص أصوات وعود، وصاحب أكاديمية لتعليم الغناء والموسيقى والمقامات والإنشاد، وقام بنشر الفيديو ده عشان يعلن عن مشروعه الجديد. وبعد ما نشر الفيديو ده الدم جري في عروق الشعب المصري، والكل بقى متضايق وغضبان من المهزلة اللي حصلت، لدرجة إن الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا الجمهور المصري بمحاكمة الملحن أحمد حجازي اللي قام بقراءة القرآن الكريم على أنغام العود، ده غير إنهم طلبوا بتدخل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية. وانهلت التعليقات على أحمد حجازي، ففي اللي قال ده بني آدم ما عندوش دين ولا ذرة إيمان، محدش عارفه ده من أنهي داهية، بيقرأ القرآن الكريم وهو بيعزف على العود، شفتوا احنا وصلنا لفين؟ منتهى الاستهانة والاستهتار بكتاب الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ده لازم حد يرفع عليه قضية ولا حد ياخد ضد إجراء، عشان كده حرام بجد. وواحد تاني قال لما بتجتمع سوء التربية مع سوء التغذية بتجيب لنا واحد زي أحمد حجازي ده، المفروض يتحاكم، دي إهانة صريحة لكتاب الله. وواحد تالت يقول ده معظم مقرئين الحفلات والمياتم والإذاعة متعلمين عند موسيقيين اللي بالعود واللي بالبيانو، وحتى القانون مستغربين ليه من اللي حصل. ومع حالة الغضب الكبيرة دي يتدخل نقيب قراءة القرآن الكريم محمد حشاد، وقال إن النقابة هتدور على هوية الأشخاص أصحاب الفيديو المصور اللي ظهر فيه الملحن أحمد وهو بيقرأ القرآن الكريم بالمقامات وفي الوقت نفسه وهو بيعزف على العود. وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء إن ما ينفعش المصيبة اللي حصلت دي، ولا يجوز أصلا بأي حال، القرآن كده كده نزل من عند ربنا مش بيتقرأ بالمنظر ده. وقال كمان إن اللي قاعدين في الفيديو دول كانوا قاعدين بيضربوا بالعود ولا لأ، ومش عارفين يقرأوا القرآن صح. المفروض اللي عايز يتعلم المقامات يحفظ القرآن وهو بيتعلمها، ده تهريج ولا يصح. وفي ظاهرة الأيام دي بيفهموها للناس وهي محاولة تعليم القرآن بالمقامات، وده للتكسب والشهرة. ده الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ علي محمود وغيرهم بجلالة قدرهم ما قعدوش عند حد ولا تعلموا مقامات عند موسيقيين، ولكن اتعلموها من قراءتهم للقرآن الكريم. يجي واحد يلحن القرآن دي كارثة، وعشان كده لسه التحقيقات شغالة في الواقعة دي والكل هيتحاسب. فيا ترى لو انت قدام شخص اللي اتجرأ وعمل كده في القرآن هتحب تقوله